عيشوا حماس الكرة ماكس دي بي مع عروض ويفي في الدار ديال إنوي. قادت الجماهير المغربية ليلة بيضاء بملعب الجنوب من أجل الحصول على تذكرة قمة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمام البرتغال برسم ربوع نهائي كأس العالم. وتمكنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من توفير أزيد من 4000 تذكرة للجمهور المغربي، حيث سهر الأمن القطري على تنظيم وتوزيع التذاكر مجانا على أنصار أسود الأطلس. عشر مالي جيت مع 3 الصباح دابا تقريبا شحال الساعة دابا؟ العشرة ونص باش يلا ناخذ تيكي تقريبا باش ناخذ تيكي خدات لي بزاف ديال الوقت، ولكن الحمد لله زعما ترونكيل أنا والأخ ديالي نربحوا إن شاء الله نربحوا لا نربحوا إن شاء الله شوف واحد زيرو بوخلال واحد زيرو أخيرا ها هي جات شكرا لكم بزاف والله واحد زيرو اليوم إن شاء الله ربحوا. صباح الخير ومساء الخير. انا نقولك واحد الحيبه خدينا تيكي ولكن عاد منا شحال جينا من 11 ديال الليل تعشينا درنا عائله درنا عائله ولينا 20 ها هو تيكي ضربنا تمار على التيكي وغنمشيو نشجعو غنتاهلو الدومي فينال وغنرجعو نعسو عاوتاني وغناخذو التيكي وغنمشيو للفينال وغنرجعو نعسو وناخذو التيكي وغنديو الكاس دابا. انا جيت مع جوج الصباح جيت ما نعسناش اخدينا التيكال جينا هنا كاين النظام كاين كلشي الدراري خدموا معنا باش ما يكونش شي صداع ولا يكون شي غوات عاوتاني. بقينا كنتسناو جاو المنظمين ديالهم خدينا فاسيلمون تيكي داكشي كتعطيهم باسبور هيا كارت فاسيلمون كتاخذها. كنا حنا 25 بينيفو 25 متطوع اللي قادين الناس والمغاربه تعاونوا معنا الحمد لله ودوزنا داكشي بثلاثه. البوليس فاش جاو لقانا اصلا قادين داكشي حيت حنا من 11 الليل دابا راه 10 وتولوت يعني مع 10 وتولوت عاد خدينا من 11 الليل البارح 10 وتولوت عاد خديناه معنا هذا المنظم حتى هو سهر على هذه العمليه. اخويا جينا مع تقريبا ما بين 11 ونص 12 جينا لهنايا الملعب الجنوب لقينا واحد 25 ديال الناس ولا 30 ديال الناس الحمد لله قادين الناس حتى وصلت تقريبا واحد 4000 ولا 5000 ديال الناس. هاد اللي دين هادو قيدوا 1100 وشي حاجه ديال الناس صافي خدينا لي تيكيت الحمد لله هما لي تيكيت الحمد لله. المغاربه الله يسهل على كل واحد هذا الشيء اللي درنا غادي يبقى في الذاكره من واحد 30 ولا 40 عام ان شاء الله كيف ما كنذكروا دابا 86 غيجي واحد النهار غيذكرونا الناس وهذا الفيديو غيبقى مأرخ لواحد الجيل وجيل تابعه ان شاء الله. وحنا الحمد لله عشنا واحد الفيكتوار هذا اللي دوزنا وشتا صبات علينا ونعسنا في الكودرون وهاو الدراري جاو من العمره عطاوني الاحرام ديالهم. جوج الصباح جيت مع جوج الصباح و عانينا شويه لابدا كاين بنادم بزاف تما ما لقيناش التيكي باش نشريوه ما لقيناش شي حاجه دابا راه الكارنيات ديجا غيتقاداو والحمد لله خدينا التيكي كنا من البريفيليج كلوب الناس اللي ولا بد منهم خدينا التيكي من الاولين صافي الحمد لله الامور دازت بسلاسه وراه انت شوف شحال مغربي غادي يجي اليوم راس لافوكا حنا دايرين النيه وغنربحوا ان شاء الله دومي فينال ان شاء الله. السلام عليكم. وستجرى المباراة التاريخية بين زملاء ياسين بونو أمام برازيل أوروبا اليوم السبت بداية من الساعة 6 مساء على أرضية ملعب الثمامة. عيشوا حماس الكرة ماكس دي بي مع عروض ويفي في الدار ديال إنوي.